شو في بعد ورايا؟ عادي ليش تأخرت ولو شباب؟ عم بقول لك لو ما في شيء ضروري أنا ما بقول لك على قد استعجال. خير خير شو في؟ في عنا هون شيخ بالأوتيل، شيخ طويل عريض. شيخ شو؟ شيخ خليجي معه مصاري فوق وتحته، هذا بحب لبنان، بحب اللبنانية كتير. شيخ خليجي بلبنان؟ هاي دايما بيجي لهون، هذا بحبنا كتير. أنت بس كيف؟ هيدا مصاري فوق وتحته. كان في ناس بيعرفوه قبل، مزبطين حالهم، مهمرين وراء بلالي. شو عم تحكي؟ وشارين أراضي من وراء. خليجي بلبنان؟ عم تمزح. شيخ عبد الجبار. شو اسمه؟ اسمه عبد الجبار. عبد الجبار؟ كريم. شيخ عبد الجبار كريم. عبد الجبار كريم؟ بيلعب باسكت؟ لا لا بعرفك عليه، بس انت بدك تكون قد حالك. خلص ادمي ولذيذ، يعني ادمي ولذيذ، اذا حبك عن جد انت قد ما فيك بدك نخدمك شيخ شو بدك وبعيونك. خلص شو ولو ما بدي اعلمك عليه، حوه هون تعال تعرفك عليه. اوف لك محلات، تعال شوف معلز. مرحبا. هلا شيخ. مرحبا. هلا هلا مرحب حضرته. عليكم السلام. عادي اقعد 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 اقعد. يلا لحظه عفوا بس ارد على الهاتف. الو يا حي الله. هلا عيني. الحمد لله. حول له كم يبغي؟ حول له 250 الف دولار يا اخي. ما هو مشكله. اوكي من حسابي. سلام عليكم. يلا شيخ. عيون الشيخ. عيون الشيخ. دقيقة وكون معك. الفستان الأحمر نحن وجيين، مش أنت اشتريت لي الأزرق؟ إيش بيه الفستان الأحمر؟ الأحمر عاملين عليه سولت، ما عرفه. كم ثمنه؟ 5000. 5000 إيش؟ دولار؟ 5000 دولار. ما يغلى عليكي. وسكربيني اللي معه حقه بس 2500. والله ما يغلون عليكي. 10000 جيب فيهم ال شيخ. ولا الله. شيخ. يا حبيبي شيخ. ليلة لو باقي ليلة بعمري يا أبيه الليلة واسهر بلون عيونك. طال عمرك شيخ عبد الجبار. هلا عيني. داعيك عادل. أهلا صديق ولا نعيم. هلا هلا عيني عادل. عم بيقول لي إنه حضرتك منورنا، لك نور البلد، نور لبنان. بوجود أهلها منور. هلا هلا. بس عم بيقول لي إنه حضرتك جاي لهون وبدك هيك مثل حدا يساعدك، فبدك تعتبر إنه اليوم من هاللحظة محسوبك خرطوش فردك. هلا عادل. أنا يعني بدك شو بدك؟ أنا إيدك اليمين. هات أنت بس أشر قول با محسوبك. طب والله يا عادل ربي يشهد علي حبيتك من أول نظرة. والله أنا كمان يا شيخ. ترى إنك شاب ممتاز. الله يخليك. طال عمرك. هلا عيني. طال عمرك. قل لي بس أنت شو منين نبلش؟ شيخنا منين خلينا نبدأ من ال شو عايزك؟ شو بدك؟ شو أنت بس قول. أبغى ثلاث فلل. بلش هذا حديث. ثلاثة ثلاث فلل. واحدة بحمدون. ايوه حمدون. تعرف حمدون؟ طبعا. ولا واحدة حمدون. حمدون. واحدة علي. علي. وواحدة صوفر. واحدة صوفر. منيح. انا بدي الشاليه. ابغى شاليه. سجلت لك الشاليه. سجلته. حكيت مع روبير، حق اسمه روبير، قلت له يسجل لك شاليه. يا عيني. لا عيوني. ثلاث فلل. ثلاث فلل. علي بحمدون صوفر. بس مش حد بعضهم. انا ابغى اتنقل. امشي مشي. عدو عدو بين الفيلا والفيلا. على راسي انت تأمر. خذ واحدة لك. ها ها. خذ واحدة لك. خذ واحدة لك. فيلا. فيلا لك. ايوه. اربعة. اربعة واربعة فيلا. اربعة. لك في فيلا انا شفتها فوق بصوفر، رح تنبسط فيها كتير كتير حلوة. والله قول يا رب. يا رب يا رب يا رب. قول. سيارة. بدك سيارة؟ طبعا بدك سيارة تتجول فيها وتروح وتجي. عاوز ايش؟ اكيد بدك سياره. هلا لحتى 22. عفوا 22 سياره. 16 سياره حق مرافقه. اوكي. واربعه حق ال واثنين الي. تتحشين خشمك في كل شهر دوار ده. مالك مالك تتحشين خشمك انت يا محتالي. عيني عادل. نعم حبيبي. لكن احنا صرنا 24 مال اذا اثنين الي. وخذ اثنين ليك. عفوا ليك انت. الي اثنين. نعم. ونعيم. ما نعيم حرام. نعيم نعيم نعيم. انا منقي لك حبه يا نعيم. يا حبيبي لا طال عمرك يا شيخ. موديل السنه يا اخي. كله موديل السنه. قطعت الهم. رح اجيبهم 30 سياره تكرم عيني. هلا عيني. هلا عيني. نعيم ايوه وزع دول على الرعيان اللي يلا يلا
هذا الشاب اللي جاب لي قهوه. يلا هلا هذا هذا اللي قاعد جاب لي قهوه. اه فارس هذا ليك. اه ولا يلا حلو. يلا عيلي يلا لك طال عمرك لك هلا. الله يزيد كرمك الله يزيد خيرك. هلا حبيبي حبيبي طويل العمر. نعم. انت غير السيارات شو بدك لك يعني شو بتعوز لك؟ ابغى قطعتين ارض 5000 متر. خمسة آلاف متر. 5000 متر؟ نعم. شو في في يوجد 5000 متر تكرم عينك والله في شقفة أرض حلوة كثير. أنا شفت رح أشوف لك إياها. إيه بتجنن. شوفوا إذا بيشتروا شيء قلعة. هلا وعليكم السلام. بياخذ قلعة. عليكم السلام والإكرام. هذه هلا عم موزع كثير كريم. كثير كريم. هذه حق الريسبشن. هذه حق الريسبشن مهضومة مهضومة. أنا بعطيها يوم. ما بتصيبها شيخ. أنا بعطيها. هو يعطيها. خلص أنا بعطيها. أنا بصيبها. أنا بصيبها. أنا في نسيم. ها عيني. اتفقنا. اتفقنا شيخ. نمضي الأوراق. أي أوراق؟ نوقع الأوراق يا أخي. هذه الأوراق نبغيها كله على الورقة والقلم. يا حبيبي يا كرم عينك. عادل شو عم بصير معنا اليوم؟ امضي يا عادل. يلا والله إني حبيتك. قول يا رب. والله إني حبيتك. شو هيدي؟ عم بتسلمني أنت إدارة شو اسمه المصريات وكل شيء هنا. شو هيدي بحلو بربط؟ بس الطج توقيعك هنا انت صرت رئيس مجلس الاداره عندي. يا حبيبي يلا يا عادل. امي عادل بحمل. مبروك مبروك. ميرسي. مبروك عليك. مهضومه هاي البنوت اللي معك. انت كثير لذيذ. يلا موفق عادل. نعم. هذا يحط الرقم اللي عايزه. لا لا يا عادل شو عم بصير. حط الرقم اللي عايزه يا عيني. عبياض عبياض. يلا يلا عمره ما حدا يورث. هلا هلا عيني هذه. يلا خلي عليك. انا باخذها هيدا. شيخ شو بعد بدك منه؟ شو بدك مني شيء بعد شيخ؟ سلامتك. لحظة وين رايك؟ طالع بس خليني اروح اصرف التشيكات انا على السريع. انت ما تزحزح من هون طال عمرك. انا لا ماني مزحزح. طالع عمرك حبيبي حبيبي عدول. على هون طالع عمرك. طالع عمرك عفوا. اهبش 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 اهبش. شيخ يلا خبره خبره. يلا طال عمرك. قبل ما تروح تصرف الشيكات انت امور. بس شيخ انت امور. ودنا نقول لك شيء. هذه الرعب سلقلك. والله 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 انك زين حبيبي يا شيخ. ودنا نقول لك خبر يفرحك. اها هذا الحديث. هذا الحديث المضبوط. انت انت انا عيوني لك يا حبيبي. كنا عم نعمل فيك ضرر. انظر الكاميرا انظر الكاميرا. أكلت الضرب. أكلت الضرب. قول باي للكاميرا. قول باي للكاميرا. قول باي للكاميرا. هي كم كيف كيف؟ هاي كاميرا هو كله كله تفنيص. كلهم تفنيص. هذا شيء فاضي. هذا أكلت الضرب خلص. والمصاري تفنيص. قول باي للكاميرا. شو لك 5060 سيارة الحما شو صدقت أنت؟ بس حلو كثير. قول باي إن شاء الله. يلا قول باي. من بعد ما أكلت الضرب قول باي للكاميرا. يلا يلا لا حبيت الضرب. حبيت كثير. حبيت لحظه خليك معي بس. كثير نجح. كثير صدقت. ايه صدقت. انا بقول انا استغربت. هو حرام. شو بدي اجيب خليج؟ وين بدي اجي؟ هي خليج بدي اجي على البلد. اعزائي المشاهدين لحظه بلا مشاهدين بلا بلوط. شو في؟ لا لحظه وكل الله لك. انتوا قولوا باي للكاميرا لانه انتوا وياه هلا وياه رح تاكلوا الضرب. لا يا عبدي يا مش عبدي. انت كمان طالع.